الهلال فايز باذن الله. خلاص لما تقابل يبقى تعالى هنا وانت طلعني هنا ان شاء الله يوم الاحد والفرقه. طبعا انا بخش الاستاد. خش الاستاد على عيني وعلى راسي. تخش الاستاد على عيني. ايوه بس ما تزعلش لما تقعد في السباق. لو الطلب مننا ان احنا او الطلب مني بصفه شخصيه ان انا نساعد في تحليل الفرقه والحاجات دي، لا عندي الداتا كامله ممكن من غير ادنى مشكله نوصلها للنادي الاهلي في مقابلتهم مع فرقه الهلال السوداني ان شاء الله في المباراه الاخيره يعني. لو الطلب مننا ان احنا او الطلب مني بصفه شخصيه ان انا نساعد في تحليل الفرقه والحاجات دي، لا عندي الداتا كامله ممكن من غير ادنى مشكله نوصلها للنادي الاهلي في مقابلتهم مع فرقه الهلال السوداني ان شاء الله في المباراه الاخيره يعني. انت بتشجع مين فيهم بقى؟ يا سلطان انا مريخابي لكن بشجع الهلال. الهلال ده لازم خلاص ان شاء الله باذن الله. هتستنوا هنا ان شاء الله. خليكوا قاعدين يا حبيبي. انت السوداني ما بتعرفه. المصريين استفزوا السنه اللي فاتت. لا احنا ما عرفوش السنه اللي فاتت. عين خليني احنا شوف الزمالك بيقول على الاهلي ايه. انا ماليش دعوه بالزمالك. انا ماليش دعوه بالزمالك. لا لا نايس بيبي. انت برضه هتخليك هنا ان شاء الله. خليكم قاعدين في السودان عشان الجو حر. خليكم قاعدين في الجو الحر بتاعنا باذن تعالى. مش الحر ده جاي من ربنا وببركات ربنا وبركات رمضان. الهلال فايز باذن تعالى. خلاص لما تقابل يبقى تعالى هنا وانت طلعني هنا ان شاء الله يوم الاحد والفرقه. طبعا انا بخش الاستاد. تخش الاستاد على عيني وعلى راسي. تخش الاستاد على عيني وعلى راسي. بس ما تزعلش لما تقعد في السودان.